ميتيل برومايد مبيدات سامة محظرة دوليا. عمدت وزارة الزراعة اللبنانية إلى حصر استعمالها بشركتين مسجلتين في الوزارة من أجل ضبط الكميات المستهلكة في السوق وتحديدها بغية تقليص حجم استعمالها والانتهاء منه في 2015. اليوم تم ضبط 30 ألف عبوة من هذه المواد السامة إلى لبنان بشكل مزور ومن أشخاص لغاية اللحظة ما زالوا مجهولي الهوية. وزير الزراعة حسين الحاج حسن حضر إلى مرفأ بيروت للإطلاع عما يحصل عن كثب. عندي مشكل، ماني أهم من اللبنانية. وأكمل الحسن جولته وإليكم ما تم ضبطه. كمان هون مثل ما صورته بالكونتينر شفته أنه حاطين كياس فيها شيء اسمه كربونات الكالسيوم، يعني الكلس العادي، بس ورا يعني حاطين من صفين كياس ورا في أدوية زراعية. كربونات الكالسيوم مادة مسموحة ومادة ما مضرة ولا شيء، هي كلس عادي، لكن وراء الكربونات الكالسيوم في أدوية. مثلا حاطين استيراد الشركة، شركة الزراعة اللبنانية بيروت لبنان، بس لعلمكم ما في شيء اسمه شركة هيك، يعني هذا انتحال صفة أولا. اثنين، مستوردين دواء مش مسجلينه، يعني ما عندنا دواء بالدولة اسمه بارتالك، يعني معلش في تجار عم يستغلوا شيء اسمه الخط الأخضر بالجمارك ليمرقوا بضاعة سودة مثل خلقتهم، ضاع سودة مثل نفسيتهم شخصيتهم. هذه المبيدات السامة التي قد تؤدي إلى الوفاة أحيانا وإلى التسبب بأمراض قاتلة كالسرطان عمد مهربوها إلى استغلال الخط الأخضر في الجمارك لتمريرها، لكن جهود الجمارك ومخابرات الجيش والأمن العام كشفوها بعد مراقبة دقيقة في الأشهر القليلة المنصرمة. منحذرهم للي رح يرتكبوا مخالفات بتنطوي على سوء نية أكيد، أنه رح نرفع الجزاءات والغرامات لأقصى وأعلى مستوى. وفي الختام كان هناك تمن على القضاء اللبناني التشدد في الأحكام ومحاسبة المجرمين أيا كانوا لتكون القضية عبرة لمن اعتبر.